ma. اللاعبين في الملعب والمدرب، لكن بيلم بشكل حلو قوي وانطلاقه احلى. والاماميه من ناصر لعبها لويس دام، اللعب احلو ودخل لويس دام خطيره. ممكن جول، ممكن جول يا راجل يا راجل، بقول لك ممكن جول يا راجل. كوبري كمان، يا سلام عليك يا راجل. هدف يا حوراني، انما شوفوا ده تاني، شوفوا ده تاني. ادي الترقيصه عدت، عدى هو تمام. خدوا 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 الكره، رفع وشه كده، خد خد النظره ولعبها. متصدرا للبطوله اللبنانيه، بقاله زمان ما شافش الحكايه دي. اوبا، الرابع 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 الرابع، واصطاب يومه يومه. هنشوف يوسف عنبر بدل مين. اماميه معديه ومزهر، الله، بوم بوم، وزدم وزدم. هنحاول، شوفوها، شوفوا شوفوا، تك 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 على طول، زي الطلقه، زي في وجه محمود حبلص بالتاكيد مع هالتمريره، منه متسلل وزدم. وزدم بتقدم بالكره خطيره خطيره، المحاوله لمصلحه الانصار، ممكن نشوف هدف ثاني انصاري بالوقت مع التسديده، مع هالتسديده وممكن يشوف هدف ثاني. صحيح الامر، هدف انصاري وبعيدة جدا بنفس الوقت من مصطفى الخطيب. شوفوا وزدم من هالمكان، وزدم ما كان عم يفكر مرتين من هالمكان. عبيد وانذار شفهي عم بيكون من حكم المباراة، وكرة بتتنفس بشكل سريع مع وزدم. اوه وزدم 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 وزدم، ممكن شوف هدف. يا سلام يا سلام يا وزدم بالكرة الأخيرة فعلا، يعني عند ما كسل في الشمسين لوحده كان ارتقى للكرة برأسه، سدد الكرة إلى خارج أرض الملعب. لو أصابت الخشبات ثلاثة، لكننا شفنا هدف ثاني لمصلحة، ممكن نشوف هدف ثالث لمصلحة الأنصار. هدف رابع، رابع 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 رابع، جول، هدف رابع رابع لل شوفوا بالإعادة، شوفوا بالإعادة. وزدم وزدم بتقدم بالكرة، وزدم بمر رائع رائع، وزدم بيلعب كرة لعند وسيم عبد الهادي، وسيم عبد الهادي بيسجل. وشاب الإعادة، وزدم، شوفوا وزدم مر على محمد عباد ومر بالمرة الثانية، وشوفوا التمريرة الممتازة كانت والاستقبال الرائع كان. 10 حالات تسلل مقابل حالتين فقط للاجتماعي مع نصرات الجمل. وزدم وزدم بتقدم او بيلعب تمريره ممتازه ممتازه، التمريره بتجي على ناصر الدين، علي ناصر الدين، علي 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 ناصر الدين. وكل اللي عم يتابعنا عبر شاشه الجديد عم يشوف الهدف بالاعاده. شوفوا وزدم يعني سجل 3 اهداف وصنع بنفس الوقت. علي ناصر الدين استلم الكره، موه مع محمد عطوي. وزدم بمر، وزدم ممتاز ممتاز، وزدم بهالكره خطير خطير، وبيلعب تمريره ممتازه باتجاه علي ناصر الدين. المباراه تمر، الوقت يمر، مباراه فيها كر وفر، فيها سرعه، فيها حماس، فيها نديه، لكن عكس اتجاه. Come on.
معتز بالله الجنيدي بيلعب هناك عند ويزدم. ويزدم عديه والله حلوه حلوه، لانه حسين اخطاها، خدها ويزدم وعدى وعمل حلوه 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 حلوه، كل الافكار حلوه. انما ويزدم يحاول يلحق، لحق يعتمد على المهاره، عدى يا ولد، عمل عرضيه ربيعه طياه. اللي بيبقى شكله حلو ويحتمل ويتحمل الضغط، هنا الهجمه المرتده وملعوبه حلوه حلوه حلوه. هي كرة الثانية عطايا، كرة الثانية عطايا علي ناصر لويزدم، ويزدم حطها حلوه واحلى احلى 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 احلى. ليس كوني، كوني رقم 9 موجود في الملعب، كونان هو اللي خرج رقم 14. ويزدم عدى خطير، الثالث ولا ايه؟ الثالث ولا ايه؟ ويزدم خطير، ويزدم رقم 11 بيلعب كره، ويزدم خطير، ويزدم رقم 11 بيلعب كره. محمد حمود ويزدم بيتدخل، ويزدم رقم 11 بيحاول يمر، ويزدم عم يحتفظ بكرته. الجهاز الفني للانصار مع ويزدم، كرة ما فيها، كرة ما فيها تسلل، كرة ما فيها تسلل، ممكن نشوف هدف تعادل. الأخيرة عم بيقدم مستوى ممتاز اوتشي، عم بيكون مزعج، عم يحصل على الكرات مع التسديدة الأيسر لمرمى زياد الصمد. شوفوا ويزدم سدد بقدمه اليسرى التي لا طرح. جاء وسيم عبد الهادي، خطير خطير، وسيم عبد الهادي بيدخل منطقة الجزاء، بيحاول الكرة العرضية، كرة العرضية بتقدم لاستلم الكرة ويزدم. فعلا شو اللي كان عم يعمله ويزدم، بيستلم الكرة وبيسدد من بعيد. محاولات الانصار بهالوقت لا زالت قائمه، وهيدي انطلاقه خطيره ممكن تكون المحاوله مسحت الاخضر، ممكن نشوف المحاوله الخطيره، ممكن نشوف اول اهداف المباراه. عندما الكره لعند طارق حلوم، لعب من لمس الكره لعند لسينا سورو، والاخير تسديدته بالقائم، محاوله انصاريه بهالوقت، هدف 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 هدف، ممكن نشوف اول اهداف المباراه. عندهم كل الامكانات انه يفتتحوا هالتسجيل مع هالكره رائعه فعلا ممتازه هالمحاوله الموزن، ولعب الكره لعند محمد بيلعب كرة طويلة بتعود الكرة لمصلحة فريق الأنصار عن طريق ويزدوم. ويزدوم بيحافظ على كرته، مثل بنية، بنية قوية لويزدوم. الوقت مع ويزدوم، بيمر ويزدوم، بيتقدم مع محمد مطر، بيلعب كرة عادية لداخل منطقة الجزاء، إنما الكرة بتنقطع، وشوف بأي طريقة انقطعت الكرة مع الهدف، هدف جول. ربيع عطايا وبيلعب كرة لعند ويزدوم، ويزدوم تمريرته باتجاه نصرات الجمل متسلل. Thank you.
منطقه الجزاء، انما تاخر محمد جعفر بالتمرير مع وزدوم ايضا مجددا مع الهجمه المرتده. وزدوم بمر خطير، وزدوم الكرات الارضيه عاده بيكون فيها صعوبه على فابيو مثل هالكره الاخيره، ووزدوم اوه